الهجمات المحتملة صارت مؤكدة. كانت هذه الصور آخر ما يود الأمريكيون أن يختموا به مشهد مغادرتهم أفغانستان. كسر دوي التفجيرات في محيط المطار الحظر الذي كان يلف هذا المكان على مدى أيام. الحظر لم يكن شاغل الأمريكيين وحدهم، بل حلفاء كثر آخرين باتوا يلحون الآن على عدم المغامرة والإسراع بالمغادرة. في العاصمة البريطانية كان منسوب الخطر العالي الذي تأكد بالملموس الآن، يقول رئيس الوزراء البريطاني، العثرة أمام جهود الإجلاء. أريد التأكيد على أن التهديدات الإرهابية كانت من القيود التي ساهمت في بطء عمليات الإجلاء. نتوقع أن تسمح طالبان لمن يريد الخروج من أفغانستان بالمغادرة بعد 31 أغسطس. أما برلين فلا جنود لها الآن على أرض أفغانستان. غادر الجميع وتركوا بلادا تقول المستشارة الألمانية أنها لا تعرف الكثير عن الجاري فيها الآن. لا نعرف كل التفاصيل حتى الآن، لكن الإرهابيين استهدفوا الأشخاص المنتظرين عند بوابات المطار الذين كانوا يأملون المغادرة. أرادوا الأمن والحرية، لذلك نفذ هذا الهجوم الشنيع في وضع شديد التوتر. التوتر هو ما استشعرته باريس أيضا، وهي تقرر ألا تبقي على سفيرها بعد هذا الهجوم المباغث. فيما يخص أفغانستان فإنه يجب توخي أقصى درجات الحذر في مناخ لا يمكننا أن نسيطر عليه. الوضع حساس ومتوتر جدا في محيط مطار كابول، وسيبقى خطيرا خلال الساعات المقبلة. السفير الفرنسي لن يبقى في أفغانستان. أيضا قواتنا الخاصة موجودة في المطار العسكري. الكل إذن يتعجل الرحيل. بلهجة الإدانة نفسها شجب الأمين العام للأمم المتحدة ما وقع في مطار كابول. في تقدير غوتيريش، ذاك دليل على التحول الحاصل على الأرض وعلى حاجة الأفغان للمزيد من المساعدة. هنا في الدوحة، الرعاية لمساعي الحل السياسي بين كل الأفغان، دوي صوت الانفجارات لم يقابل إلا بالإدانة الشديدة من قبل الخارجية القطرية. هجمات كابول إذن سيلتئم بشأنها الساسة في أكثر من عاصمة للتباحث والتدارس. الثابت أن أفغانستان تعيش الآن على وقع